الرياضة الجيجيتسو البرازيلي معروفة عالميا، كاين الناس اللي يلاه بداوها وكاين الناس اللي عرفوها شحال هذا مي ما كانش هي معروفة. دابا يلاه فيديراسيون الجودو هي والجيجيتسو قرروا باش يديروا دي كومبيتيسيون للناس والدراري اللي ما عندهمش فرص باش يخرجوا يلعبوا في دي كومبيتيسيون انترناسيونال، وهذا الشيء زعما تيفرح، ولكن لوغانيزاسيون خصها تكون شويه احسن. فوالا بالنسبه لذاك الشيء اللي وقع نهار الحد في الرباط لاربيتراج اي تو، حيت الجيجيتسو ما يمكنش يكون فيه واحد ولا الجوج اللي هما اللي تيحكموا ولا تيقرروا لا ديسيزيون ديال الكومبا. دونك انا كنت تما فريمون شفت كانوا دي اخطاء شويه صغار اللي هو سي نورمال فاش كتبدا ما يمكنش تكون عارف 100%، ولكن خصهم يجيبوا الناس اللي فهمتي اللي لاعبين جيجيتسو، حيت انا تنشوف الناس ما تيعرفوش شنو هو جيجيتسو تيجيو تيحكموا، هادشي اللي كيخليني ما كنشاركش وكيخليني ما كيطلع لي الدم. دونك تنتمنى هذا الميساج يوصل. وبالنسبه للجيجيتسو البرازيلي البرازيليان دابا راه غادي تتطور في المغرب، دونك الناس راه ولاو كيهضروا عليه فين ما مشيت انايا في لوروب ولا في لي زيتازوني كلهم تيقولوا راه بنان المغرب، خصوصا كازابلانكا كاينين فيها دي زيليمون اللي هما معروفين، هشام حكام طارغيستي واللي هما عندهم لي سانتور نوار اللي كلشي كيعرفهم، كيجيو الناس كيتريني عندهم الاكستيريور سي امراه. وبالنسبه للمراه في المغرب اش بغيت نقول لك، كاين حيت حنا باقيين تنتحكموا كيفاش يقولوا، باقي كتقول لها جيت لعبي كتقول لك لا راه راجلي ما خلانيش ولا لا راه تيمشي الحال ولا فوالا، حيت ما كنعطيوش هذيك داكشي اللي كنعطيوه للراجل ما كنعطيوش للمراه، هذا هو المشكل. انا فاش ديك الساعه يلاه بين بدا جيجيتسو كان تيقول لي با لا راه الانوثه تاعك غادي تمشي ليك، وجيجيتسو ماشي هو سي ان ارمارسيال يعني خاص ضروري حتى وقعت لك شي حاجه ولا تعرفي بعدا تدافعي على راسك شويه، دونك لي زار مارسيو سي اوبليغاتوار بور لي فام او ماروك، خاصك تمشي تلعب جيجيتسو. ايوا اش تنوجه تحيه للمراه المغربيه بالنسبه شنو لي وي مارس، ياك حنا تنحتفلوا بالمراه المغربيه دائما ماشي هي لي مارس، انا عزيزه عليا الوالده عزيزه عليا اختي، دونك ديما تنهضر معاهم ماشي حتى لي مارس عاد نهضر مع ماما نقول لها فوالا راني تفكرتك ولا شي حاجه، دونك فوالا هادشي اللي بغيت نوصل.